التوسيط العلامة اللي فوق زي ما قلنا ده بيفيدنا في انه فتحة الرقبة دي بتكون على او فوق المربع اللي شايفينه احنا فوق هنا، تمام. فاذا حبينا ننزل مثلا صورة على الكتابة هذه، ندخل على صورة اللي فوق هنا ونبحث على اي نموذج احنا اشتغلناه من قبل، ونصغر النموذج ونعمل علامة الصح، ممكن نضغط عليه ونحوله في اي اتجاه احنا نبغى نحول فيه، ولو تبغى تمسح معاه مسح جزئي او فهذا كله متاح، او تكبر باصبعيك الاثنين يتكبر معاك ويصغر الشكل، تختار الحاجة الدائرة تمسحها، تمام. ولو داير ولو داير او لو تبغى تحصل على بعض الصور اللي موجودة في التطبيق هذا، تدخل على تحت هنا العلامة بتاعت الصور، لاصق الخيار اللي تحت، عندك الايموشن، عندك اللاف، عندك، وتختار الشكل اللي تبغاه، او تبحث فوق تكتب مثلا كات او كات، معليش عندي النت بطيء مرة. فعندك علامات التنقل هذه الحديث دي الاشياء اللي انت نزلتها سابقا، هنا عندك اكتشف، عندك هنا ملصقات، عندك هنا المزيد، تمام. حتى في اشياء ممكن تشتروها في التطبيق، فتطبيق ما شاء الله جميل ومختصر ومفيد جدا. فاذا مثلا دخلنا على هذا الايموشن نختار احدى الصور، ممكن نكبرها او نصغرها او ممكن نقلبها على حسب الوضعية حقت الصورة، نكبرها مثلا كذا نخليها هنا في النص، أراعي المسافات فوق وتحت يمين يسار، ونضغط على الخيار اللي تحت هنا، وعندك العلامة هذه تعملها غير مرئية بالنسبة للخلفية الباك جراوند، لازم تعمل لها عدم تفعيل، لأنه لو خليتها مفعلة ما حي ينزل لك التصميم من غير خلفية. يعني لو انت خليتها من غير انك تلغي التفعيل، ده هينزل لك التصميم اللي عملته مع الخلفية البيضة هذه، فلازم تعمل لها إلغاء عدم الرؤية وترجع تحت. وبالنسبة للحفظ تدخل فوق هنا تعمل حفظ الصورة، بس نحن الأفضل خلينا نرفع الصورة لفوق عشان في التيشيرت تجينا مرفوعة لفوق ما تجينا تحت. نضغط على العلامة هذه، نرفع لفوق إلى أقصى درجة، نضغط على حفظ، كده تم حفظ الصورة في بي ان جي، هذا اللي نحن اللي نبغاه يتحفظ لنا في بي ان جي. نطلع وندخل على موقع اسمه ريسايزر ايميجز اللي هو هنا، نضغط عليه، بترك لكم اسماء الريسايز ايميج، وبترك لكم التطبيق الاسم حقه عشان تقدروا تنزلوه. عندك فوق اول خيار اسمه ابلود ان ايميج، يعني ننزل الصورة اللي احنا صممناها، ندخل على الصورة اللي اخترناها، نعمل تم، بينقلها لنا في التطبيق. انت ما عندك دخل بأي شيء في الاشياء اللي فوق دي، يعني الا اذا شيء كنت حابب انك تقطع الصورة او كذا، بس في النهاية ما حيفرق معك لانك الخلفية عامل لها عدم اظهار. ما علينا الا نغير الابعاد حسب المطلوب مننا في مرشبة امازون، اللي هي 4×500 × 5400، 4×500 × 5400، وندخل تحت. شايفين الصيغة بي ان جي، خليها كما هي لا تغيرها، لان انت في الاول حفظتها بي ان جي، ما عليك الا تعمل ريسايز ايميج، تنتظر دقيقة ثواني وحتلاقي